ايه يا ليلي مالك؟ بدور عليكوا بقالي ساعة. ايه في ايه؟ ما احنا عارف، ما انت عارف ان احنا قاعدين هنا. حصل ايه؟ اهدوا بس اهدوا، ان شاء الله هيكونوا موجودين. يعني هيكونوا راح فين؟ الو، ايوه يا احمد، لسه كنت هتصل بيك. الحق بسرعة، في ايه؟ انتوا اللي الحقوا بسرعة، في ايه؟ الواد مصطفى اتأخر. But go now, I could see the starry skies. Afraid to lose everyone, being lonely. Find a place in your heart where you realize every love made a mark on your body. And you can see the reason why. Am I just a zombie? Am I just a zombie in this lonely world? Am I just a zombie? Am I just a zombie in this lonely world? In this lonely world, I found my friends in this lonely world. Sally Time is working on the time. We are a function where love is hard to find. Afraid to lose everyone, being lonely. Find a place in your heart where you realize every love made a mark on your body. And you can see the reason why. لازم يطلع بسرعة، لازم لازم. ليك يا نور، نور نور، حالتها بتسوء. اعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ هتصل بمحمد يجي بسرعه بقى، هو اتاخر ليه كده اصلا؟ اتصل بيه. هو اتصل. الو، ايوه يا ايمي. الو يا محمد، انت فين؟ انا بقالي ساعه بتصل بيك، تليفونك ما كانش بيرد. بقول لك ايه، معلش انا مش عارف ارجع دلوقتي خالص. اتصرفي وخلي حد يقابلني عند المستشفى ياخد مني الادويه، عشان انا مش عارف ارجع دلوقتي خالص. ليه؟ حصل ايه؟ حصل كارثه، حصل كارثه. بقول لك في ايه؟ طيب بعدين هحكي لك. سلام. الو، حصل ايه؟ الهقي في ايه؟ بسرعه الهقي. حصل ايه؟ في انتوا كمان؟ ايمي في مصيبه يا ايمي، الحقي. حصل ايه؟ طب ما تفهموني ايه اللي حصل ومالكم؟ في ايه؟ بقول لكم انا مش فاضيه بقى، انا بجد اصلا في مصيبه عندي لوحدي. حصل ايه؟ طب انتي قولي. لا احنا نقول الاول، انتي هبله ولا ايه؟ ايمي في حد اتصل بليسا من شويه، وبعد كده ردت عليه ومش فاكره، قال لها ايه؟ قال لها حاجه غريبه، انه في ناس هتنزل مش هترجع تاني، وكلام مرعب كده. بعد كده هي طنشت الموضوع، وانا كمان كنت قلقانه شويه، بس يعني طنشت الموضوع. بعد كده اتصل تاني وقال ان الاطفال مش هيرجعوا، والاطفال كان فيها، قال لنا انه يعني فيها يوسف، يوسف ومايا ومحمد. ماما اللي انت بتقولي ده، امال عرفش نقول فين؟ نور اهي، الحمد لله الحمد لله. يا مالها نور كمان؟ نور عيانه جدا. وبعدين انت بتقولي ايه؟ يعني ايه يوسف مش هيرجع؟ يوسف مش هيرجع؟ انا ما اعرفش هو يوسف فين اصلا، ما اعرفش. احنا بنسالك، احنا جايين نطمن هو يوسف معاكي ولا لا. لا. طب يبقى قاعدين عند جولي اكيد، او ليلي مش عارفه. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اسيب نور ولا اعمل ايه؟ ما اعرفش والله. تعالي تعالي انت روحوا، وانا هقف هنا اهو مع نور. ماشي، تعالي احنا نروح نسال بسرعه جوليا وليلي بسرعه. دودي بقول لك ايه، ما شفتش الاطفال؟ اطفال مين؟ الاطفال مين يعني؟ يوسف ومحمد ومايا. يوسف؟ لا ما شفتش غير نور. ما شفتش غير نور، الحقي. طيب طيب عدينا عدينا، ما شفتهمش اخر حاجه خالص؟ فين؟ لا ما اعرفش عنهم حاجه. طب خلاص يا دودي روح، تعالي بسرعه احنا ننزل لتحت بسرعه. ايه يا ليلي مالك؟ ما اعرفش الصراحه، تليفونه مقفول ليه؟ مالكوا؟ في ايه؟ سامع صوت عياط ليلي من بره. محمد مش لاقياه. يعني ايه مش لاقياه؟ يعني سالي قالت ان هما خرجوا مع عمو مصطفى، وعمو مصطفى تليفونه مغلق ما بيردش. هما فين؟ ما اعرفش. تعالي يمكن قاعدين هنا. كويس يا جماعه ان انتوا هنا. بقول لكم ايه، ما شفتوش يوسف ومحمد ومايا؟ لا، ما لسه ليلي بتقولي ان هما كانوا مع بابا، قصدي عمو مصطفى يعني. وبعد كده عمو مصطفى ما بيردش. ايه؟ بابا ما بيردش ليه؟ ما اعرفش، تليفونه مقفول، ومش عارفه اوصل لمحمد، تليفونه هو كمان مقفول. انتي بتقولي ايه؟ زي ما انتي سامعه، ما فيش الكلام ده، اكيد في حاجه غلط. يمكن تليفونهم مثلا فاصل ولا حاجه. طب انا هتصل بيوسف. فين تليفوني؟ انا هطلع اجيب تليفوني واتصل بيوسف. انا جبت تليفوني، اتصلي بسرعه بيوسف، وهاتي اتصل بمايا بعد ما تخلصي، عشان انا تليفوني فاصل اصلا. طيب استني هتصل بيوسف. رد يا يوسف رد. هما خدوا موبايلهم اصلا؟ مش عارفه يعني، بس اكيد مادام بينزلوا هياخدوا موبايلاتهم كلهم.
ماشي هنشوف دلوقتي. جماعة في موبايل بيرن جوه اهو، هو ده مكتوب ماما. ده موبايل يوسف، وريني. ايوه موبايل يوسف. يبقى يوسف نسي موبايله. طب رنوا المايه، رنوا المايه بسرعه ما دام الاطفال محمد ما بيردش ويوسف نسي تليفونه، يبقى رنوا المايه. ماشي هاتي. رن المايه. بي مايه ردي عشان خاطري يا مايه ردي. مغلق. مغلق هو في ايه؟ طب هيكونوا راحوا فين؟ طيب اهد بس، يعني يمكن قاعدين مع علي ولا حاجه. انا هطلع ادور عليهم مع علي، عشان علي قال ان هو كان قاعد فوق بره في الجنينه، فهطلع اشوفهم معاه. يمكن قاعدين بره ورجعوا واحنا ما خدناش بالهم، ما خدناش بالنا يعني. ماشي بسرعه يا عمر روح شوف. يا ربي مايا راحت فين؟ يوسف ونور انا مش عارف اعمل حاجه. نور فوق عيانه ويوسف مش عارفه فين. يا ربي اعمل ايه؟ اهدوا بس اهدوا، ان شاء الله هيكونوا موجودين. يعني هيكونوا راح فين؟ ما هم كانوا مع جدهم. طب وبابا ما بيردش ليه؟ مادام هما كانوا معاه بابا كمان تليفونه مقفول. انتوا مش حاسين ان اكنها في حاجه غريبه؟ وبعدين من شويه في مكالمه جات لي ليسا وقالت ان اللي هيخرجوا ممكن ما يرجعوش. يعني مكالمه مين؟ مين اللي اتصل وقال كده؟ ما اعرفش. يعني انت ما قلتيش كده من الاول ليه يا نانسي؟ مين اللي اتصل؟ ماما هي مايا فين؟ مايا مش هترجع. لا لا يا ميلا ما تخافيش، مايا موجوده. يا ربي نهار ازرق، لازم اروح بسرعه اشوف علي والباقي واحمد والباقي دول كلهم فين. مش هنا الجنينه، فين الجنينه؟ من فوق. اه صح الجنينه ورا. هما قاعدين فين؟ هما قاعدين فين؟ يمكن دخلوا جوه. انتوا انا بدور عليكم بقالي ساعه. ايه في ايه؟ ما احنا عارف، ما انت عارف ان احنا قاعدين هنا. حصل ايه؟ في مصيبه، في مصيبه. مصيبه ايه تاني؟ ايه اللي حصل؟ الحقوا بسرعه. آه هو ما اول حاجه يعني احكي لكم منين ولا منين اللي بيحصل بره؟ في صوت دوشه، هقف اسمع اللي بيقولوه. بس هو ده اللي حصل. يا نهار ازرق، يعني هما دلوقتي الاطفال فين؟ ما اعرفش، ما حدش يعرف. يا لهوي، طب استنوا نتصل بمحمد. ايه ده؟ اطفال اللي مش لاقينه. لا تكون فريده ورا الموضوع. يا نهارك ازرق يا فريده، يا نهارك ازرق. ليلتها سودة لما تيجي، هي فين اصلا؟ هطلع اشوف في ايه. ايه يا جماعه في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ يا نهار ازرق، محمد بيتصل بالصدفه. استنوا هما ردوا على محمد. الو ايوه يا احمد، لسه كنت هتصل بيك. الحق بسرعه في ايه؟ انتوا اللي الحقوا بسرعه في ايه؟ لازم حد يجي الاول بسرعه ياخد مني الادويه دي ويرجعها البيت، وحد تاني يبقى معاه عشان يجي، عشان بابا في المستشفى دلوقتي. ايه؟ ايوه بابا في المستشفى. ايه اللي حصل له وحالته عامله ازاي وفي ايه اصلا؟ ما اعرفش، انا مش عارف، لسه الدكتور مش راضي يقول لي، لسه الدكتور ما يعرفش اي حاجه، وانا اصلا لسه ما وصلتش. الدكتور كلمني بس في التليفون والدرج زحمه جدا ومش عارف اعمل ايه. بس هحاول اروح، هبعت لكم لوكيشن المستشفى حالا، حد يجي بسرعه. طيب طيب خلاص انا هقول لهم حالا. انتوا ايه اللي حصل عندكم؟ خلاص مش مشكله لما نيجي نتكلم يا محمد. طيب حصل حاجه مهمه يعني؟ لما اجي يا محمد مش دلوقتي. طيب خلاص يلا سلام، حد بس يجي بسرعه. ما تقلقش هنيجي حالا. في ايه؟ نروح فين؟ ايه اللي حصل تاني؟ ما اعرفش، محمد بيقول ان عم مصطفى ده في المستشفى. مصطفى في المستشفى؟ عشان كده تليفونه مقفول. هو مين ده اللي تليفونه مقفول؟ ما انا قلت لك تليفونه مقفول، مش عارفين نتصلوا بيه. بابا في المستشفى ليه؟ ايه اللي حصل له؟ ايه مصطفى في المستشفى ليه؟ بابا هو انت تعرف حاجه عن الموضوع ده؟ لا يا شريف انا لسه واقف معاك اهو، انا بجد ما اعرفش حاجه، ما تفهموني. واضح قوي ان انتوا اللي ورا الموضوع، ما تقولوا. موضوع انا ما اعرفش حاجه، انا واقف معاك اهو. ما علينا خلاص مش مهم دلوقتي. المهم محمد قال لك ايه؟ محمد قال لي ان هو حد يروح من المستشفى بسرعه وحد يجيب ادويه. ادويه ايه؟ انا مش فاهم. ادويه اكيد نور عيانه. نور مالها نور؟ نور عيانه جدا كمان، فهما اكيد محمد كان نازل يجيب لها الادويه. فبس هو ده اللي انا عرفته. يبقى كده هو بيقول حد يجي ياخد الادويه ويوديها لايمي عشان ايمي تديها لنور، وحد يروح المستشفى عشان يبقى واقف معاه. طب اقول لنانسي انا ولا اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف. طب اعمل ايه؟ والله ما عارف. خلاص يلا احنا الاربعه نروح المستشفى. طب ازاي؟ ما لازم الباقي يعرفوا برضو احنا رايحين فين. انا مش فاهم حاجة والله، ومش عارف ايه اللي حصل. عن اذنكم، عن اذنكم. هي اكيد اكيد فريدة، اكيد فريدة السبب في الموضوع ده. الواد مصطفى اتأخر، راح فين يعني؟ كان قال ان هو هيخرج مع العيال بره. اتصلت بيه وتليفونه مغلق، يا ترى فين؟ ليلته سودة لما يجي بيقفل تليفونه عشان ما مزعجوش. ليلته سودة. طب ماما مين هيقول لها؟ خلاص ما نقولش لحد بقى ولا ايه؟ ما اعرفش، اكيد ما ينفعش يعني، لازم نقول لهم. نقول لمين؟ انت عايزهم ينهاروا؟
طب خلاص اقول لكم حاجه، احنا نجتمع كلنا في الصاله ونفهم كل كل الناس ايه الموضوع اللي حصل. ماشي، دي احسن فكره، بس كده لازم حد يروح لمحمد. اقول لكم على حاجه، روحوا انتوا الثلاثه لمحمد وانا هقول الباقي. انت متاكد؟ ايوه. طيب ماشي ماشي، يلا يا جماعه احنا نروح لمحمد بسرعه، وعمر هيقول هنا هقول الباقي، قول لهم كلهم، وقول لنانسي انه ما تقلقش، يعني ما تخافش ما تقلقش نانسي، ها مش هقلقها. طب يلا يلا احنا نروح نلحق محمد بسرعه. اروح انا اجمع الناس بقى. نول نول ليه حبيبتي انتي كويسه؟ الله ينضل دي نول 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 انتي كويسه ولا ايه يا حبيبتي؟ نول لودي نول، انا ما بقى نفسي اتعامل مع الحاجات دي والله. نول يا لهوي، نول تعالي اغسلي وشك، تعالي يا لهوي، سخنه قوي سخنه قوي. اعمل ايه اعمل ايه؟ اقول لامي ولا ايه؟ طب مش هقدر اسيبها لوحدها، فين امي؟ تعالي يا لهوي، اعمل ايه؟ هتصل بامي بصلاه. الو، ايوه يا ليسا، في ايه؟ انا واقفه تحت في الدور اللي تحت خالص. ايوه ما انا عارفه يا امي، نول سخنه قوي وانا مش عارفه اعمل حاجه. طيب استني انا طالعه حالا، طالعة. طيب تعالي بسرعه. اهدي اهدي، معلش يا حبيبتي معلش، هتكوني كويسه انا متاكده، ما تخافيش. يا ربي، ايوه انا جيت، تعالي شوفيها بسرعه. بقولك ايه، هو انتي ما شفتيش كيت؟ لا. طب انا هتصل بيها، استني. الو، ايوه في ايه حضرتك يا امي؟ انا موجوده. طب تعالي يا كيت بسرعه، معلش حصل ايه؟ انا طب جايه حالا، ثانيه واحده. تعالي معلش، خدي بالك من نور عشان انا مش هقدر دلوقتي ابقى واقفه معاه، ونور عيانه جدا ومش عارفه اعمل ايه، ويوسف مخطوف تقريبا ولا ايه، ما اعرفش. يوسف مخطوف؟ طب خلاص، انا جاي حالا، انا جاي حالا. انت حضرتك نور فين؟ نور في الاوضه بتاعتي، معلش هتعبك. انا عارفه ان انت بتاخدي بالك من ابن نفسي، وساعات بتاخدي بالك من نيلي، وبتاخدي بالك من كل الاطفال، بس معلش تعالي اقفي مع نور شويه. حاضر، لا لا ما فيهاش تعب ولا حاجه، انا جايه حالا جايه حالا، انا بس كنت بنضف مع جميله وجايه حالا. ماشي، شكرا يا كيت يا حبيبتي، سلام. اتصلت بكيت. طب وقت اعمل ايه في نول؟ روحي انت عشان عمر كان عايزنا كلنا تحت، فروحي وانا هتصرف مع نور، هغسل لها وشها وهي كيت جايه تاخد بالها منها. ماشي يلا، بتكون كويس. تليفوني، تعالي تعالي اغسل لك وشك. يا لهوي يا نور، انت سخنه قوي يا حبيبتي.